قوي يا حاجه منى، يعني اخت حضرتك لا كله بصراحه ربنا يديم والزوج الصحه. ربنا يديم يا المحبه. رب يا رب. لما ابنك بقى عبد الله قال لك انا هتبرع لك، شعورك انت كأم بقى؟ لا انا خفت برضه طبعا، نفس الوقت برضه قلت برضه لسه الحياه قدامه ولسه هو صغير، خفت برضه تاثر عليه صحيا. فبصراحه يعني ايه لما كده لقيته هو بقى مصر، ووالده بصراحه عمل تحاليل معايا لقيته هو لا مصر، يعني حتى مصر انه يتبرع. حتى بعد ما والده عمل التحاليل ولقى نفسه ينفع ما عندوش حاجه باذن الله، فراح لقيته لا مصر، قال لي لا هو والدي زي ما بتقول هو رب الاسره، قال لي فطبعا هو اللي هيصرف هو اللي هيعمل. انا يعني ايه شاب يعني انا حتى لو قعدت يعني، لكن هو وراه مسؤوليه. اللي على الشاشه دي عبد الله في اوضه العمليات، والصوره اللي قبل كده عرضوها شباب. ده والد عبد الله، ده والدي حاج اشرف. ايوه كملي اتفضلي يا حاج منى. فزي بتقول لقيته بقى هو مصر وكده، حتى والده كان معارض بصراحه. فلقيته هو بقى مصر وكده، هو حتى خلانه قال له لا بلاش انت يا عبد الله وكده، اهوت نشوفه مثلا ممكن نشوفه حد تاني من بره ممكن كده اهوت. متبرع. متبرع. فلقيته هو بقى مصر. ما خفتيش لحظه والله؟ انا خفت بصراحه بس العمليات والله يعني الضنا غالي برضو يعني، كنت بندعي بصراحه. حتى اول ما فقت قلت له عبد الله عامل ايه؟ قال له الحمد لله طلع. ربنا يديمه عليك النعمه، ده انت مخلفه ابن بار، ازاي تعيطي؟ بالعكس انا لو مكاني افخر واكون فرحان ان انا خلفت ابن مش عاق، ابن بر. انا بصراحه لا الدكاتره قالوا لي يعني اغسلي بصراحه. كنت يعني عايزه نغسل يعني يعتبر 3 مرات في الاسبوع. البديل الغسيل. فكلهم بصراحه عرضوا. والده وهو واخواتي. قال لنا باذن الله نعمل كل عمليه. بدأت يا عبد الله